وأشير إلى خلاصة موجزة في ترجمة الإمام المزني رحمه الله تعالى، هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري من مزينة القبيلة المشهورة، ولد رحمه الله سنة 175 ونشأ في أسرة محبة للعلم، فابن أخته الحافظ الطحاوي رحمه الله صاحب كتاب العقيدة الطحاوية وشرح مشكل الآثار، وذكر العلماء أن أخته كانت تحضر مجالس الإمام الشافعي، ونقل عنها الرافعي وغيره. توفي المزني رحمه الله بمصر سنة 264. من أبرز شيوخه الإمام الشافعي، حيث لازمه ملازمة تامة وتخرج به وعكف على كتبه حتى قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، حتى قال قرأت الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة، ما من مرة إلا واستفدت منها فائدة جليلة. وقد أوصاه الشافعي عند موته بوصية نافعة جامعة رواها البيهقي في مناقب الشافعي. من جملة هذه الوصية قال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك، واجعل الموت نصب عينيك، ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله تعالى على وجل، واجتنب محارم الله، وأدي فرائضه، وكن مع الحق حيث كان، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، لا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت، وقابلها بالشكر، إلى آخر هذه الوصية الجامعة. أخذ أيضا عن نعيم بن حماد والربيع بن سليمان المرادي وغيرهم. ومن تلاميذه ابن خزيمة وأبو جعفر الطحاوي وزكريا الساجي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وغيرهم. وكان يقول: أنا خلق من أخلاق الشافعي، كان يقول رحمه الله: أنا خلق من أخلاق الشافعي، يعني تربى عليه واستفاد من أخلاقه وآدابه وتربيته.